تصوري مجلة تايم عملت بحث عن ايه اللي بيخلي الواحد سعيد، يعني ايه اكتر حاجة بتخلي الواحد سعيد. فلقوا انه نبحث في المال، راحوا للناس اللي خدوا اللوتري، كسبوا اللوتري فجأة بقى عندهم 50-60 مليون دولار ما بين يوم وليلة. ده يحس بقى بالفرق جدا، فاكيد ده يبقى خلاص بقى، يعني ده قمة سعادته. تفاجئي انه الناس دي بعد كده قالت احنا حياتنا باظت، يعني واخدنا على حاجات ما كناش بناخد عليها، اولادنا باظوا، مش عارف حصل ايه، الكلام ده كله. راحوا للناس قالوا العلم، راحوا للناس اللي خدوا نوبل، فعملوا دراسات على الناس اللي خدوا نوبل ولقوا ان ما هماش سعداء وانشغالهم بقى اكتر وخوفهم على المستقبل و فضلوا على هذا المنوال. الجنس درسوه، الأولاد درسوهم، الأولاد طلع أكتر حاجة بالقياسات ممكن تسبب السعادة هو أنك أنت تعطي، أنك أنت يعني أكتر حاجة بتشعر الإنسان داخليا بقدر كبير من السعادة، وترفع من مستوى جهازه المناعي وترفع من مستوى النفسي ليه هو جهاز المناعي. يعني زيارة الملجأ للأيتام بتجد فيها كم من السعادة لمدة 3 شهور، يعني ترفع مستوى الاندورفينات والأفيونات الطبيعية لمدة 3 شهور. أعطى لأي حاجة، يعني مش لازم درق، يعني العطاء يعني لمحيطك. وعلى فكرة العطاء ليس ماديا بس، صح. يعني صح. العطاء النفسي والمعنوي.